بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. تخفيض اسعار الفايده 2% واصدار شهادات جديده وايقاف الشهادات القديمه، ايه الحكايه بالظبط؟ ليه مصر كلها بتتكلم من امبارح على موضوع تخفيض اسعار الفايده 2% خلال الاجتماع القادم؟ طيب ايه تاثير ده على الشهادات اللي موجوده معانا، وايه تاثير ده على الشهادات الحاليه المطروحه اللي انا لسه ما اشتريتهاش، اشتريها بسرعه ولا لا؟ نتكلم مع بعض في كل التفاصيل دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. طبعا كلنا عارفين البنك المركزي بقاله سنه او اكتر من سنه بيرفع اسعار الفايده، وفي 6 مارس الماضي شفنا رفع اسعار الفايده بكميه كبيره جدا او بصوره كبيره جدا، 600 نقطه اساس او 6%. ساعتها البنك الاهلي وبنك مصر اصدروا الشهادات الموجوده حاليا، سواء شهاده ال 30% او الشهاده اللي كانت موجوده اصلا، والشهاده كمان المتدرجه. طيب انا ما اشتريتش الشهادات دي، ايه حكايه تخفيض اسعار الفايده؟ وتخفيض اسعار الفايده دي هيكون على الشهادات دي بالنسبه للناس اللي ما اشتريتهاش ولا مع الناس اللي اشتريتها؟ بنك عالمي بيتوقع دلوقتي انه يتم تخفيض اسعار الفايده، وهو بنك جولدمان ساكس. هتقول لي ده توقع، هقول لحضرتك بس لحظه واحده، البنك ده او بنك جولدمان ساكس هو الوحيد اللي توقع قبل كده انه يتم رفع اسعار الفايده بصوره كبيره قبل الرفع بتاع 6 مارس. كمان كانت مؤسسة كايرو كابيتال او شركة كايرو كابيتال ودكتور هاني جنينة، هم دول الثلاثة الوحيدين او الاثنين الوحيدين، مؤسستين الوحيدين اللي توقعوا انه هيتم رفع اسعار الفايدة. لا بالعكس، كمان كانوا بيتكلموا في 8%، وفوجئنا بالفعل انه البنك المركزي رفع اسعار الفايدة 600 نقطة اساس. فلما يقول لحضرتك النهاردة انه هيتم تخفيض اسعار الفايدة، لازم تشوف ليه بيقول لحضرتك كده، وايه تاثير ده على الشهادات اللي موجوده معاك، ولو لسه ما اشتريتش المفروض تعمل ايه. شهر مايو القادم هيكون عندنا اجتماع دوري للبنك المركزي، الاجتماع الدوري الاخير تم الغائه، ده كان بعد الاجتماع الاستثنائي بتاع 6 مارس. الاجتماع القادم مؤسسه جولدمان ساكس او بنك جولدمان ساكس بيقول لحضرتك انه هيخفض اسعار الفايده 2%، وبيستند في كلامه لانه خلال شهر مايو، خلال شهر مارس وابريل الماضي او مارس الماضي وابريل الحالي، كان في توقعات واثباتات وكلام وتقارير عن انه اسعار التضخم بتنخفض. طبعا هيطلع حد دلوقتي يقول لي مش اسعار التضخم دي او نسب التضخم يعني الاسعار، احنا مش شايفين انه الاسعار بتنخفض. اقول لحضرتك انا بتكلم عن بيانات مثبته في الجهاز العام للتعبئة والاحصاء، وبيانات بتطلع من البنك المركزي نفسه عنده على ارض الواقع بيقول انه التضخم بينخفض. ومؤسسة جولدمان ساكس بتقول لحضرتك انه بعد البيانات دي لازم البنك المركزي هيبدأ يخفض اسعار الفايدة 2%. كمان اتكلم عن التقرير اللي اتكلم عنه البنك المركزي النهاردة بوصول نسب الدولار حتى 45 جنيه، وانه في الموازنة الجديدة البنك المركزي بيقر انه الدولار هيساوي 45 جنيه، يعني كل 45 جنيه مصري هيساوي 1 دولار امريكي. مؤسسة جولدمان ساكس بتقول لحضرتك انه طبعا لما الدولار هينخفض لازم الاسعار هتنخفض، وطبعا ده هيؤدي الى انخفاض نسب التضخم وهيساعد البنك المركزي في انه يخفض نسب الفايدة. طيب ايه ده تأثيره على الشهادات اللي موجودة معانا؟ هقول لحضرتك الشهادات الثابتة والشهادات المتدرجة ولكن بعائد ثابت مش هيكون عليها اي تأثير خالص، لكن خلال الفترة الماضية طبعا كلنا عارفين ناس كتيرة جدا جدا حطت فلوسها في حسابات توفير وشهادات ذات عائد متغير، والشهادات العائد المتغير الحقيقة كانت بتتميز بأنه هي نسبة الفايدة عليها أعلى كمان من شهادات العائد الثابت اللي هي بتاعت البنك الأهلي وبنك مصر أو أي بنك آخر. شهادات الكوريدور أو شهادات العائد المتغير كلها لو تم تخفيض أسعار الفايدة هيتم تخفيض أسعار الفايدة عليها، ده طبعا بالنسبة للناس اللي اشترتها، يعني للناس اللي اصلا حاطه فلوسها عند البنوك دي او الناس اللي اشترت الشهادات دي اصلا، كلها يتم تخفيض اسعار الفايده عليها. طيب بالنسبه للشهاده اللي موجوده معايا، لا طبعا لو الشهاده عائد ثابت زي مثلا شهاده ال 30%، شهاده ال 27%، 23.5%، شهاده ال 26 22 18، كل دي شهادات يا جماعه ايوه عائد متدرج او عائد يعني في تدرج، لكنها شهادات ذات عائد ثابت، يعني العائد ده عائد ثابت مش متغير، يعني الشهادات بتاعه حضراتكم دي كلها هتفضل زي ما هي عادي جدا. شهاده ال 21.5% الموجوده في البنك الاهلي وبنك مصر، كل دي شهادات عائد ثابت لو تم تخفيض اسعار الفايده مش هيتم
تخفيض أسعار الفايدة عليها ولا نص في المية. بالنسبة لحسابات التوفير طبعا هيتم تغيير أسعار الفايدة عليها. وزون الخزانة لأ خلاص دي أنا أخدت العائد بتاعها وزي ما أنا لحد نهاية المدة بتاعتي. كمان بقى في معلومة حابة أقولها لحضرتك النهاردة، لو أنت لسه ما اشتريتش، وده أنا بقالي حوالي شهر كامل بقوله، لو أنت لسه ما اشتريتش الشهادة الحالية أو شهادة من الشهادات الموجودة حاليا وحابب تشتري، اشتري وفورا وبسرعة. الشهادات دي ممكن يتم إيقافها ما بين النهاردة لحد آخر يوم ممكن تكون موجودة معانا فيه، هي اليوم الاجتماع الدوري بتاع لجنة السياسات في البنك المركزي شهر مايو القادم. ساعتها لازم هيتم إيقاف الشهادات دي. الشهادات دي حققت أعلى من المستهدف بتاعها بكتير جدا، تقريبا ضعف المستهدف بتاعها، قربت على التريليون جنيه مصري. ومن النقطة دي حابة أقول لحضرتك إنه الشهادات دي كانت موجودة فقط في البنك الأهلي وبنك مصر، ولكن في مفاجأة النهاردة وامبارح إنه البنك الأهلي الكويتي المصري كخطوة استباقية منه عمل حسابه إن حضرتك ممكن ما تكونش اشتريت والشهادات دي يتم إيقافها في البنك الأهلي وبنك مصر. عمل نفس الشهادات، شهادة ثلاثية بعائد متدرج ثابت 30% السنة الأولى، وبتاخد برضو العائد في نهاية السنة الأولى، 25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ودورية الصرف برضو سنوية يعني في نهاية السنة بالضبط زي البنك الأهلي وبنك مصر، حتى الحد الأدنى هو الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه. وعمل نفس الشهادة الثانية، شهادة ثلاثية 3 سنوات عائد متدرج ثابت 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، 18% السنة الثالثة، دورية الصرف شهرية عادي جدا، حضرتك تقدر تقترض بضمان الشهادة بقيمة 90% ودورية صرفها شهرية، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه، نفس المواصفات بالظبط بتاعة البنك الأهلي وبنك مصر. طيب الشهادات دي بقى هيتم إيقافها لو تم إيقاف شهادة البنك الأهلي وبنك مصر؟ طبعا الإجابة لا، وإلا ما كانش عملها. هو عملها علشان خاطر اللي ما لحقش يشتري عند البنك الأهلي وبنك مصر يشتري عند البنك الأهلي الكويتي، ودي بصراحة حاجة كويسة وميزة. ولكن أنا لو عجبني شهادة من الشهادات دي مش لازم أصلا أنتظر. احنا قلنا قبل كده لو حابب تشتري اشتري وبسرعة علشان خاطر لما يتم السنة القادمة إن شاء الله إصدار شهادات بديلة للشهادات دي تكون أنت مع الناس دي وتقدر تدخل معاهم في شهاداتهم الجديدة، لأنه غالبا هتكون شهادات محترمة، لأنه الحقيقة الشهادات الحالية دي جمعت مليارات كتيرة جدا. فالبنك المركزي ساعتها هيحاول انه يحافظ على السيولة دي ما تنزلش الاسواق وتخرب الاسواق وترفع نسب التضخم، فهيبدأ يعمل شهادات جديدة محترمة. اشتري بقى علشان خاطر لو انت هتشتري لو في نية اصلا للشراء او انت كنت مرتضي للشهادات دي تقدر تكون مع الناس دي في البديل للشهادات بتاعتهم. الحاجة اللي بعد كده لو حضرتك خلاص اخدت القرار، في قدام حضرتك شهادة محترمة جدا وهي شهادة 23.5% دي السنة في العائد الشهري 27% في نهاية السنة الاولى وهي سنة واحدة فقط، يعني شهادة بعائد سنوي. النقطة التانية لو حضرتك حابب تشتري شهادة من الشهادات الموجودة حاليا، افضل شهادة على الاطلاق وده انا بقوله كتير جدا من يوم ما تم اصدار الشهادة دي، الشهادة السنوية بعائد استثنائي وشهادة استثنائية مدة عام واحد فقط. حضرتك بتقدر تشتريها من خلال بنك الاهلي وبنك مصر وهي بالحد الادنى بتاعها 1000 جنيه، وتقدر لو حضرتك عايز تاخد العائد عليها شهري بتاخد 23.5% العائد في نهايه العام تاخد 27%، وهي دي افضل استثمار موجود حاليا لحد ما نشوف البنك المركزي هيعمل ايه، هيسعر الدولار على كام، هنشوف نسب التضخم بتنخفض ولا بترتفع، خفض اسعار الفايده رفع اسعار الفايده تم اصدار شهادات جديده، ساعتها اقدر اشتري شهاده مناسبه لنسب التضخم في الوقت ده. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة. بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة ياريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، في امان الله.